مقرر نظم المعلومات الإدارية. هذه المحاضرة السادسة في هذه السلسلة، ولا زلنا نتحدث عن نظم المعلومات واستراتيجية العمل. سوف نركز في هذه المحاضرة على التنافسية في الأعمال، وكيفية وضع استراتيجيات لمواجهة التنافسية، وكيف تستفيد نظم المعلومات من خصائص نظم المعلومات لزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات. هنالك عدة نماذج سوف نتحدث عنها، ونربط هذه النماذج بما تقدمه تقنية المعلومات للمساعدة في زيادة الأفضلية التنافسية للمؤسسات، وبالتالي القدرة التنافسية للمؤسسات. نتحدث عن استراتيجية الأعمال للمؤسسات ونواصل الحديث عنها، ثم نتحدث عن تبعات تصميم واستيعاب نظم المعلومات، نتحدث عن استراتيجيات نظم المعلومات للتعامل مع القوى التنافسية أو ما يسمى بالـ competitive forces، نتحدث عن نموذج من النماذج التي يتم استخدامها، سوف نتحدث قبل ذلك عن نموذج يسمى نموذج بورتر، ثم نتحدث عن نموذج سلسلة القيمة value chain model، ثم نتحدث عن بعض الاستراتيجيات الأخرى التي تقوم على الشبكات وما يسمى ب الشبكات اللي هي نتورك ايكونومي، نتحدث عن ما يسمى باستراتيجيات المخرجات المتبادلة، وكذلك نتحدث عن الميزة التنافسية للمؤسسة. كل هذه طرق ووسائل لمواجهة التنافس وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة والأفضلية التنافسية للمؤسسات. أي استراتيجية لأي مؤسسة تحددها مجموعة من النشاطات والقرارات التي تتخذها المؤسسة في عدة تحديد عدة عناصر. ماذا تقدمها منتجاتها، وماذا تريد، ما هي رسالة المؤسسة، ويتعلق ذلك أيضا بمنتجاتها والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة. في أي مجال من مجالات الصناعة تنافس هذه المؤسسة؟ من هم المنافسون للمؤسسة في سوق العمل الذي من أين تستورد المؤسسة ما تحتاجه من مواد خام؟ ومن هم العملاء الحاليين وحتى المحتملون للمؤسسة على المدى البعيد؟ نحن نتحدث الآن عن استراتيجية، نتحدث عن اليوم أو غدا. وكل ذلك يتبلور في سياسات وأهداف طويلة المدى للمؤسسة هي تمثل الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية هي عبارة عن السياسات والأهداف طويلة المدى للمؤسسة. نتحدث كثيرا عن بيئة العمل للمؤسسة، ونحن نقول دائما أنك لكي تنظم نظام معلومات جيد لابد أن تفهم بيئة المؤسسة. فهذا استغرقنا كثير من الوقت في هذا المجال لأنه مهم جدا. بدون فهم طبيعة الشركات وكيف تعمل لا يمكن أن نؤسس لعمل نظم معلومات جيدة، فلابد أن نفهم بيئة العمل للمؤسسة الهيكلية وثقافة المؤسسة والتصنيف المؤسسة. هذه كلها تم التطرق لها في المحاضرة السابقة، ويمكن الرجوع للمحاضرة السابقة لكي نعرف ماذا تعني كل من هذه العناصر. ولكن المهم هو أن نتذكر أننا لابد أن نعرف كل هذه العناصر لكي نصمم نظم معلومات للمؤسسة. نتحدث عن في البداية عن نموذج بورتر Competitive Forces Model، أو نموذج بورتر للقوى التنافسية. هذا النموذج يحدد المنافسين لأي سوق عمل، في المنافسين التقليديين أو القوى التنافسية Competitive Forces، في المنافسين التقليديين الموجودين حاليا، الداخلين الجدد، خصوصا أن دخول التكنولوجيا ونظم المعلومات وكذا أدخل منافسين جدد لسوق الأعمال. أشياء كانت تباع فقط عن طريق المكاتب أو عن طريق المتاجر أصبحت تباع الآن على الإنترنت وكذا، فهؤلاء نوعية جديدة من المنافسين. أيضا المنتجات البديلة أو الخدمات البديلة، إذا كنت تنتج منتج معين في
في ألمانيا مثلا، وهنالك منتج بديل في الصين بسعر أقل أو قريب من الجودة، هذا يمثل قوة تنافسية خطيرة جدا بالنسبة لك. إذا كنت تعمل في مجال الخدمات، هنالك لابد أن يكون هنالك لكل خدمة بديلة، أيضا هذا يمثل. حتى العملاء الذين تتعامل معهم، عملائك الذين تتعامل معهم يمثلون قوة تنافسية، لأنهم هم الذين يحددون خط السير للمؤسسة. أنت لابد أن تكون على علم بما يستجد في هذا المجال، وكذلك الذين يوردون لك، لأن من يورد لك قد يكون يورد لشخص آخر لشركة أخرى، فلابد أن تهتم أيضا. هم أيضا يمثلون قوة تنافسية. يسحب بورتر فبعد أن يحدد القوة التنافسية في هذا النموذج، يحدد أربع أنواع من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لمواجهة القوة التنافسية. والذي يهمنا هنا أن هذه الاستراتيجيات جميعها يمكن تفعيلها بوجود نظم معلومات كلها، بل في بعض الأحيان من الصعب جدا أن تقوم بها باتباع بعض هذه الاستراتيجيات بدون أن يكون لديك نظام معلومات مساند. الاستراتيجية الأولى هي ما يسمى بالرياضة عن طريق السعر المنخفض، فأنت تقلل تكلفة التشغيل باستخدام التكنولوجيا، وبالتالي يمكن أن تمرر تكلفة التشغيل المنخفضة إلى العميل عن طريق سعر منخفض، هذا يعطيك قدرة تنافسية جيدة. المنتج المتميز أو product differentiation أيضا يمكن أن تنتج منتج من الصعب جدا أن يقلد أو يوجد نظيره في عند الناس الآخرين، أو من الصعب تغيير نظرة العميل نحوه، اللي هو التركيز على شريحة تسويقية معينة، focus on market niche. هذا مهم جدا، فيه أن يكون لديك البيانات اللازمة عن السوق، لأنه بدون أن تعرف البيانات اللازمة عن السوق لا يمكن أن تتمكن من التركيز على شريحة تسويقية معينة. هذه أيضا إذا تمكنت من ذلك فأنت لديك قدرة تنافسية. يمكنك أيضا استخدام نظم المعلومات واستخدام ما لديك من معارف لتقوية ما يسمى باحتمالية العملاء والموردين، customer and suppliers intimacy، اللي هو يصل العميل والمورد إلى مرحلة اقتناع بما تقدمه له، بحيث أنه لا يفكر في أن يذهب إلى مكان آخر. هذه أيضا يمكن استخدامها عن طريق تجويد العمل، وهذه نظم المعلومات لها دور كبير في هذا المجال. فكما ذكرنا هنا، نموذج بورتر يضع القوة التنافسية، المنتجات والخدمات البديلة، القوة الشرائية، والموردون والمنافسون الجدد، هؤلاء كلهم يؤثرون في الاستراتيجية التي تتبعها الشركة، ويماثلهم في ذلك المنافسون، لأن المنافسين أيضا يتأثرون بهذه القوة التنافسية، ولكنهم في نفس الوقت يؤثرون ويتأثرون بالشركة التي تعمل فيها أنت. هذا هو ببساطة ما يقوله هذا النموذج. نموذج بورتر على الرغم من أنه قام بتفصيل أو تحديد القوة التنافسية وقام باختراح مجموعة من الاستراتيجيات، إلا أنه لم يدخل في التفاصيل عن كيفية أو ماذا يمكن عمله للوصول إلى قوة تنافسية أو أفضلية تنافسية. نموذج سلسلة الغيمة هو نموذج مشهور جدا ومعروف، التطبيق Value Chain Model. Value Chain Model أو نموذج سلسلة الغيمة يقوم بتحديد بعض النشاطات التي يفترض أن تطبيق استراتيجية القوة التنافسية فيها سوف تأتي بمنتج أو تأتي بتأثير استراتيجي باستخدام نظم المعلومات على هذه الأنشطة، ثم يركز على هذه الأنشطة وهي تبدو كسلسلة. هنالك نوعان من الأنشطة التي ننظر إليها في نموذج سلسلة الغيمة، ما يسمى بالأنشطة الأولية primary activities، والأنشطة المساعدة اللي هي supporting أو activities أو الأنشطة المساندة. الأنشطة الأولية هي التي تتعلق مباشرة بالإنتاج، فهي تتعلق بسلسلة الإنتاج من تموين وتخزين والعمليات نفسها والمبيعات والتسويق والخدمات. هذه السلسلة التي تتعلق بالمنتج أو الخدمة المعينة، هذه تسمى primary activities. الأنشطة المساندة هي التي تقوم بدعم الأنشطة الأولية، وهي تتعلق
الموارد البشرية التي تحتاجها لعمل الأنشطة الأولية، البنية التحتية اللي هي تشمل البنية التحتية لنظم المعلومات، بدون بنية تحتية جيدة الانفراستراكشر انفورميشن تكنولوجي انفراستراكشر لا يمكن أن تكون لديك أنشطة. لا أتذكر أن أغلب هذه الاستراتيجيات هي تدعم عن طريق نظم المعلومات. نتحدث أيضا عن استراتيجية المخرجات المتبادلة السينرجيز كونسبت. هذه تعتمد على تكامل جميع أقسام المؤسسة، فتقوم مؤسسة ما هو مخرج من قسم معين، جميع الأقسام داخل المؤسسة ما هو مخرج من قسم معين يعتبر مدخل قسم آخر. هذه هنا تستخدم تقنية المعلومات بصورة مكثفة جدا، لأنها تقوم بعملية التكامل أو ما يسمى بالإنتجريشن. حتى في بعض الأحيان قد تستخدم هذه السينرجي كونسبت حتى بين أكثر من مؤسسة، يتقاسمون السوق ويتقاسمون الخبرة المكتسبة، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وبالتالي إعطاء أفضلية تنافسية استخدام أهمية نظم المعلومات هنا له أهمية قصوى للاستفادة القصوى من الموارد للمؤسسة. هنالك ما يسمى اللي هو تحسين او الاعتماد على الامكانيات والقدرات الرئيسيه. مثلا هنالك مؤسسه تقول انها هي الرائده في المجال المعين، وبالتالي تركز عملها، لا تشتت مجهودها، ولكن تركز في ما هي تعرفه وما اكتسبته من خبره في هذا المجال، كأمثلة أفضل شركة توصيل على مستوى العالم أو أفضل شركة دجاج لايك كنتاكي على سبيل المثال، هم لديهم يدعون أنهم من أفضل شركة في هذا المجال وهكذا. فهذا يسمى بالقدرات الاعتماد على الإمكانيات والقدرات الرئيسية inherent core competencies، وهي تعتمد على الخبرة والمعرفة التي تكتسب على مدار الزمن والبحوث التي قامت بها المؤسسة في هذا المجال، فهي لديها ثروة في هذا المجال. نظم المعلومات لها دور كبير لأنها تساعد في نشر هذه المعرفة والاشتراك في هذه المعرفة واطلاع الموظفين على المعارف الخارجية التي تحسن المعارف التي لديهم. هناك الاستراتيجية القائمة على الشبكات اللي هي ما يسمى بالنتورك، وهي مرتبطة بنموذج الاقتصاد المترابط نتورك ايكونوميز. هي تعتمد على ما هو متوفر من شبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في ربط أكثر من مشارك في عمل معين، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وبالتالي جعل المنتج أكثر جاذبية، كما يحصل في إي بي. فأنت الافتراض أنه كل ما زاد عدد المشاركين كل ما كانت التكلفة إما ثابتة أو لا تزيد، قد تقل لأنك توزع التكلفة على العدد. إذا كان لديك تكلفة 100 درهم توزعه على 100 شخص، التكلفة هي درهم واحد. إذا كان لديك نفس التكلفة توزع على 10,000 شخص، فهي التكلفة تكون أقل بما يساوي 20 ريال على كل مشارك وهكذا. وهي هذا المفهوم ليس جديدا، ولكنه يستفيد من تكنولوجيا الاتصالات، ولكن هو هذا النموذج قديم وموجود منذ فترة. هنالك مشكلة في تحدثنا الآن عن القدرة التنافسية وتحدثنا عن الاستراتيجيات المختلفة، لكن القدرة التنافسية نفسها ليست شيء ثابت، وهي مشكلة كبيرة. المشكلة أحد المشكلات الكبيرة التي تواجه المؤسسات هي كيفية المحافظة على القدرة التنافسية أو الأفضلية التنافسية. ليس المهم أن يكون لديك أفضلية تنافسية فقط، ولكن كيفية المحافظة عليها، لأن هذا شيء متغير. ما هو لديك أنت الآن قد يكون لدى الأشخاص الآخرين. المعرفة الآن من السهل الحصول عليها، يمكن، وهذا حدث في كثير من، على سبيل المثال أعطيكم أول شركة قامت بإنتاج ما يسمى بواجهة المستخدم الرسومية لنظم الحاسب الآلي هي شركة أبل بجهاز الماكنتوش. هذه كانت أفضلية competitive advantage، أفضلية تنافسية. لم يكن هنالك شخص في ذلك الوقت
لديه هذا النوع من الأجهزة، وكانت تبيع بصورة لم يكن لديها أي منافس. بعد فترة قصيرة تمكنت شركة مايكروسوفت من الظهور بما يسمى ببرنامج النوافذ الويندوز، وفقدت شركة آبل القدرة التنافسية لديها، وبالتالي لم تحتفظ بموقعها في هذا المجال، اتجهت إلى مجالات أخرى هي الهواتف الذكية. بعد فترة بسيطة أصبح لديها مرة أخرى أفضلية تنافسية في مجال آخر، وهكذا. فهذا شيء متغير، ولا بد من للشركات أن تكون حريصة جدا على أن تفعل ما تكون متواكبة مع التغير السريع. تحدثنا عن البيئة، أن البيئة متغيرة، لا بد أن التواكب مع البيئة، وهذا يساعد التكنولوجيا تساعد كثيرا. لا بد أيضا من التجانس بين التكنولوجيا ومتطلبات المؤسسة. ليس من المهم أن يكون لدي أشتري بنية أساسية لنظم معلومات بمئات الملايين من الدولارات، لا بد أن يكون هنالك تجانس بين التكنولوجيا وما تحتاجه المؤسسة من التكنولوجيا. هنالك ما يسمى بإدارة التحولات الاستراتيجية، هنالك دائما نظم المعلومات تأتي بتغييرات كبيرة تؤثر تأثير مباشر على كيفية إدارة العمل داخل المؤسسة، وهذا يتطلب عمل. الآن هنالك ما يسمى بـ change management، إدارة التغيير. فالتحولات الاستراتيجية هذه لا بد من إدارتها بصورة جيدة، لأنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم يتم إدارتها بشكل جيد. مرة أخرى لا بد أن ننظر إلى الجانب السلوكي والجانب التقني، لا يمكن أن ننظر إلى الجانب السلوكي فقط، لا بد أن ننظر إلى الجانب التقني والاجتماعي للمنظمة اللي نتذكر ذلك. أشكركم كثيرا، وإن شاء الله ألتقيكم في المحاضرة القادمة.